السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله نشارك معكم كيفاش حضرت مائدة كاملة مكمولة بشيوات متنوعة ولذيذة وكتحمر الوجه فقط في نصف يوم. كيفاش نظمت وقتي، كيفاش حضرتهم بالترتيب باش ما نضيع حتى شي لحظة، وكيف قلت نحضر واحد الطبيلة اللي متنوعة بشهيوات رائعة وكتحمر الوجه مع الضيوف وفي أقل وقت وبلا منعية. ابقوا معايا نشوفوا تفاصيل تحضير هذه الوصفات في هذا الفيديو من الأول للآخر. شيء نحضره مخمرات، ضروري في الطبلة ديالنا تكون منوعين في الوصفات بالملح والحلو بما هو تقليدي وعصري باش نرضيو جميع الأذواق. أول شيء غادي ندير 4 الكيسان تقريبا من الدقيق الابيض، يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات، والكمية كتبقى اختيارية على حسب شنو بغيتو تحضروا حسب الضيوف ديالكم اللي غيجيو، واش كتار ولا قلال. غنضيف معاهم 2 كيسان من الفينو او السميد الناعم جدا او دقيق القمح الصلب. غادي نضيف معاهم معلقة ديال الخميرة، معلقة ديال السكر، ملح على حسب الذوق، ثم غادي نجمعو بما يكون دافي طبعا لان العجينة ديالنا غادي تختمر. بالنسبة للعجن فممكن نعجنو بأي ربع عندنا كنعجنو به، ممكن نخلطو العجينة ونخليوها على اتساع كترتاح مزيان في بلاستيكة ونغطيو عليها في شبانية، ولكن بدون خميرة. الخميرة نخليوها اخر حاجة حتى كنبغيو نخلطو في الاخير، يعني باش لينا لخينا مدة طويلة غتفعل اكثر من القياس. هاد العجينة بعد ما كنجمعوها وكندلكوها كنقسموها، يعني انا نقص منها يعني اقل من نصف، يعني كميه اقل باش ندير بها ميني بطبوط. ميني بطبوط اللي ما كيخطاش الموائد ديالنا، يعني نحاولوا كيف قلت نشاركوا او نشارك نخلطوا بين ما هو تقليدي وعصري لارضاء جميع الاذواق. درت معلقه كبيره ديال الزيت وحاولت ندخلها، دلكتهم بجوج. انا صراحه ديتهم العجانه وممكن ندلكوهم بيدينا ونخليهم يختمروا مزيان على خاطرهم. فهاد الاثناء ما غاديش نضيع الوقت، غادي نمشي نحضر دي ميني كيك بالكرامبل. غادي نحتاج فيه كاس الا ربع من الدقيق الابيض مع ربع كاس من السكر، من الاحسن يكون اسمر او سكر عادي، مع ربع كاس من الزبده مذابه، وغنخلطو غير الاصابع ديالنا بهذا الشكل حتى نشوفوهم، يعني تخلطو نساجمو واحد شويه ونخليهم على جنب، اما غير هكا ونضعوهم في المجمد يشدو راسهم، او نزيدو اضافه ديال لوز ايفيلي الا توفر لنا طبعا واحد الحفينه فقط، ونخلطو بهذا الشكل ونخليوه في المجمد على ما نوجدو الكيك ديالنا. غنخلي لكم المكونات ان شاء الله مكتوبه كامله بالتفصيل اسفل الفيديو في خانه الوصف. للكيك غنحتاجو فقط بيضتان، ودائما جبدوهم من قبل من الثلاجه باش ياخذوا حاره المطبخ، يعني كيف قلت بين التقليدي والعصري وبين ما هو حلو ومالح. غادي نضيف كاس الا ربع من السكر الخشن، كاس بالعنبه باش عبرت، كيس من السكر نسم بالفانيلا او ممكن نسمو باللي بغينا، قبصه ديال الملح او رشيشه ديال الملح، وغنطربوا هذه المكونات مزيان بالطراب الكهربائي. ما عندناش طراب كهربائي ممكن اننا نستعملو خلاط كهربائي، ماشي مشكل، حتى كيبيض الخليط وكيضعف الحجم ديالو. عاد كنضيفوا له واحد العلبه من الياغورت الطبيعي بدون سكر، يعني ناتوريل ما كانش، ممكن اننا نديرو فقط كاس الا ربع من الحليب اللي بغيتو، هو بالياغورت الطبيعي غيجينا احسن، ولكن ممكن نقضيو باللي عندنا. طبعا غنخلط غير واحد شويه طبعا وانا منقصه من الطراب، وغادي نضيفو الدقيق بالمجموع مع هاد المكونات اللي درت 2 كيسان. العجينه خاصها تكون شويه ثقيله باش داك الكرامبل ما يهبطش لينا، يبقى الفوق. نغلب له الكاس الاول ونضيفو معاه 2 اكياس من خميره الحلويات، او ممكن الاكتفاء فقط بكيس ونصف على حسب الرغبه. نغرب لهم حتى هما ونضيفو الكاس الثاني، ممكن حتى نخلطو ونتاكدو بان العجين خاصو كميه اكثر، لان كما كنعرفو دائما دقيق نوعيه ديالو وحتى الحجم ديال البيض كيتدخل او يعني كيتحكم كميه الدقيق اللي كنضيفو. صافي غادي نخلط غير هكا بطراب يدوي، العجينه تكون شويه ثقيله، ونوضعوا الخليط في ديمول بحال هكايا، يعني ورقيه ولكن قاصحه، ضروري تكون قاصحه. الا ما كانش عندنا ممكن ان نديرو طبعا كيك واحد بحجم كبير
او نستعملوا ليمول ديال الكب كيك، او نديروهم في ليمول ديال السيليكون بلا ما نحتاجو الكواغط. انا غادي نديرهم هكا بهذا الشكل، ولكن كواغط اللي هما صامتين واقفين. لما كانوش واقفين غادي تملينا، غادي فورمين دي فورما الكيك، وغادي يفيض من الجناب، لان الكيك غادي يغلب على الكاغيط وغيخليه كيسيح. يعني كنأكد على هذه المساله من تجيو تشريوهم، قولي له واش يعني واقفين ما يحتاجوش المول باش يشدهم. هنايا ضفت يعني كتبقى اضافه اختياريه، قليل من قشور البرتقال المعسل مقطع قطع صغيره. ممكن نضيفوا اي اضافه كتبغيوها، ممكن فواكه حمراء اذا بغينا، اللي كان وبغيتو تزيدوه زيدوه، ممكن بيبيت دو شوكولا حتى هو نزيدوه من الفوق كيجي مزيان. لكم الاختيار، او تكتفيو غير بالكرامبل الاصلي كما هو. غنضيف كميه مزيانه وغادي ندخلوهم الفران يطيبوا 30 دقيقه فتكون كافيه، وكتبقى على حساب الفرن على 180 درجه من الفوق او من التحت معا، او غير من التحت فقط الا كان عندنا فرن غازي. في هذه الاثناء هما كيطيبوا غنمشيو نوجدوا المخمرات ديالنا. كما لاحظتوا العجينه خمرات مزيان، ضروري نخليوها تخمر مزيان ونشكلوا منها كويرات عادي كيف كنديروا للمسمن بهذا الشكل. وانتم كتحكموا في الحجم اللي بغيتوا، ديما بيكون عندكم غيجيكم ضيوف حاولوا ديروا احجام اللي هي صغيره، باش كل واحد كاين اللي كيحشم انه يبقى يقطع فكيزيد ديك الوحيده كتكون صغيره، حتى ما قدش يكمل فكتكون صغيره، يعني ماشي بحال وحده كبيره يعني حس عاد قطعي عاد. يعني ديما ديروا اشياء اللي هي فرديه او اشياء اللي كانت هذا تكون بحجم صغير، وطبعا كيبقى على حساب الاذواق ديالكم. انا هكا كيبان ليا ديما كنصغر في الاحجام وكندير اشياء فرديه عوض ما تكون كبيره، وعاد نضطروا اننا كنقطعوا. كنخليوها هكذا ترتاح بعد ما كنغطيوها بالبلاستيك وكنمشيو في هذه الوقيته وهي كترتاح. الا كانت يدينا خفيفه ما نمشيوش نطلقوا العجينه ديال البطبوط، نخليوها تزيد تخمر ماشي مشكل حتى نكملوا المخمر ديالنا. كانت يدينا خفيفه في هذا الاثناء اللي هو كيرتاح، فاحنا غنمكننا اننا نطلقوا العجينه ديال البطبوط ونقطعوها ونطيبوها، وفي الاخرى مازال كترتاح. يعني كتبقى على حساب السرعه ديال يديكم، يعني كاين اللي بطبيعتها ثقيله وكاين اللي بطبيعتها خفيفه. كنرش الدقيق مزيان وكنطلق العجينه، يعني الطريقه اللي بتوشناها بزاف ديال المرات نعاودو نكررها بالنسبه للمبتدئات اللي مازال ما كيتقنوش البطبوط او ما كينجحش معاهم. كنكون العجينه خفيفه، كنكون دايرين لها كميه من الزيت، يعني معلقه او جوج معالق، انا هنايا كميه قليله درت غير معلقه واحده، زيت زيتون او زيت نباتيه، وتكون مدلوكه مزيان ونخليوها تخمر مزيان ونطلقوها رقيقه ونتاكدوا انها ما لاصقاش ومرتاحه، وعاد نبقاو نقطعوا بهذا الشكل بإطار دائري او بقطعه دائريه، وحنا كندورو يدينا وكتلاحظوا ما كيدي فورماج مباشره، كنوضعوه في شي حاجه في شي منديل حتى كنساليو الكميه كامله. يعني العجينه كنبقاو كنعاودوها مباشره، انا طيبتو لان كان في المره الاولى خمر بزاف، فكنسخنوا المقله وكنوضعوا القريصات ديالنا اولا البطيطات في مقله اللي هي سخونه نار مرتفعه، غير كنبداو نشوفوهم كيتبوقوا مباشره كنقلبوهم، ما تخليهمش تبوقوا بزاف، لان هذيك التبوقه الا قلبتوها وكانت تبوقه بزاف تنفخ بزاف وتطبطق وما يتنفخش. مباشره قلبوهم وبقاو مره مره، وانتم كتقلبوا فيهم حتى كيبانوا لكم بداو كيتنفخوا. غادي نستمر بنفس الطريقه وانا كنقلب فيهم حتى كنشوفوهم تحمروا من الجهتين، ونحيدوهم ونديروهم في شي منديل ونغطيو عليهم ونكملوا الكميه كامله. ما عنديش كثيره في سرعه، غادي نساليهم ونمشي نكمل المخمرات ديالي، يعني الوقت ما خصوش يضيع علينا، وسختو كيف قلت الا عندنا غير نص نهار او نهار كان عندنا الوقت الكافي وكنا عارفين بان الضيافه يجيونا على تسع، فنوجدو ونحطو في المجمد نبغيو نعمرو نجبدوهم ونعمروهم ما كاينش مشكل. صافي غادي كيف قلت غادي نخليهم ونمشي. انا ديجا بديت شي وحدات، فكنطلقوا العجينه اللي كتكون مرتاحه غير بزيت المائده، اعتذر ما كنرقوش بزاف لان العجينه اللي كتكون خامره مزيان فما كتبغيش ترقق لينا او كتبقى كتقطع. نرشو بالفينو مخلط مع الخماره ونعاودو نطويو بهذه الطريقه، نرشو كذلك بالزبده مخلطه مع الزيت ونرشو بالفينو ونبداو كنطلقوا عاد الى بغينا. يعني في المره الاولى ما نطلقوش بزاف، ولكن من نديروها هكذا فنبداو كنطولوا فيها وما حدنا كنطويو وحنا كنطولوا. كما كتلاحظوا ما نزيروش يدينا ونديروا على شكل مربعات، ماشي نلولبوها دائريه مزيره باش ينجح معنا ويجينا مورق
وخفيف من الداخل، ما يجيش متقص. يعني كل ما كنزيدو الدينا ما كنلقاش فين يخمر او يتنفخ او يطلع، فكيجي عامر وكتحسوا به ثقيل. بنفس الطريقه غادي نطلق العجين، غنرش بالزيت مخلط مع زيت مع الزبده المذابه، وغادي نطوي. وانا نسيت مرشيتش اعتذر، ضروري كل خطوه نديرو الزيت مع الزبده نرشو بالفينو مخلط مع الخماره ونطويو بهذه الطريقه. جوانب كندخلوهم او كندخلوهم في الوسط وكنضغطو مزيان وكنخليوها على جنب مغطيه حتى كيرتاحوا ونسالي، ونبدا كنقرص فيهم. يعني الكميه اللي غادي نبدا كنطيب من الاحسن نقرصوهم كاملين. الا بان لكم جاكم صعاب شي شويه في التكراس وكانوا ما مرتاحوش، استعملوا الدلاك ماشي مشكل، او خليهم يرتاحوا وقرصوهم على خاطركم. وبداو كطيبوهم كذلك في نفس المقله اللي طيبت بها البطبوط. يعني المقله انا كنستعمل دائما او اكثريه المقله الخفيفه، كتجيني اسهل وكتعاون ان يطيبوا بلا ما يتلصقوا، يعني ما كيكونش فيه مشاكل يتنفخوا لينا توصلهم الحراره بسرعه. ولا عندكم مقله ثقيله ومولفين كطيبوا فيها وكينجح معاكم، ماشي مشكل طيبوا فيها عادي. يعني في هذه المرحله ماش نخليهم يخمر، لان خمروا لي المره الاولى، المره الثانيه بغيتوا تخمروهم مره ثالثه ممكن، ولكن بزاف بالنسبه ليا كافي غير المره الاولى والثانيه، على ما كنبداو نطيبوهم فكيرتاحوا وكيخمروا، خصوصا الا كان الجو سخون. المقله سخونه ونبداو كنطيبوهم بهذا الشكل. كما لاحظتوا درتهم صغيرين، فالمقله عندي شويه كبيره هزات لي ثلاثه، نخليهم غير واحد شويه نحسوا بهم بداو كيتحمروا، ونبقاو كنقلبوا فيهم عادي. حاولوا ترقوهم ما ديروهمش غلاظين، لانهم فيهم الخميره فغادي يتنفخوا واحد شويه ويجيكم غلاظين، لذا رقوهم وحاولوا تركزوا حتى على الوسط باش ما يجيكمش، يعني قادوا الوسط مع الجوانب. صافي غادي نستمر حتى كنطيب الكميه كامله اللي عندي، وتشوفهم كيفاش كيجيو مورقين وخفافين. وطبعا ما غاش نكملوا ليهم الطياب، لان ماشي دابا غنقدمهم، يعني هما الاول بديت بهم، لانهم كيمكن يبقاو ومن بعد يتسخنوا عادي كانهم عاد طابوا، غير ما نكملوا لهم الطياب باش يبقى لينا المجال فين نعاودوا نسخنهم. كنعتذر كنهضر بزاف، لان خصني نعطيك جميع المعلومات اللي تحتاجها اي مبتدئه في هذا المجال. صافي هزيت هذيك ونكمل بنفس الطريقه حتى كنطيبهم كاملين، يعني كيكونوا حدايا مقرصين كاملين، ما كنحتاج نبقى عاد كنقرص فيهم. ها هما منين طابوا كاملين كيجيو مرقين. بالنسبه للكميه فهي تقريبا كامله غادي نقدمها، فكندير لهم بهذا الشكل هذا قبل ما نقدمهم، كيجيو مرقين كيف قلت، نشوفوا عن قرب وخفاف، واكيد يعجبكم. وممكن الا بغيتوا مذاق اكثر ممكن تضيفوا واحد المعلقه او جوج معالق من حليب بودره. طبعا الا بغيتوا، ما بغيتوش خليهم كما هما هكذايا بطريقه تقليديه، كيجيو روعه. وباش نحيد عليا يعني المخمر والبطبوط في مره، فغنحضر الحشوه ديال البطبوط. فاش كنعرف راسي راني ساليت الوصفتين او ثلاث وصفات معا، ما كنعاودش نقلب فيهم حتى الاخر من بغي نقدم اولا نعمر. انا عندي شاركوتري اولا دان فيمي، حشوه كتبقى اختياريه، اقترح عليكم هذه الحشوه لانها سهله. حنا كنقلبوا دابا على الساهل باش نساليو دغيا بلا ما نعياو. اذا غنحتاجو كيف قول شاركوتري النوع اللي بغيتو، درت الدان فيمي، غنضيف معاه جبن اي نوع بغيتو ديال الجبن، ومن الاحسن يكون هادي كيكون بهذا الشكل هذا. كنديروا منه الكميه على حسب عدد البطيطات اللي غنعمرو، ممكن اننا نزيدو الكاشير مقطع، كنضيفو كميه من الملح تكون قليله لانك نعرفو المكونات كامله ملحه، شويه ديال الثوم بودره او الثوم المجفف، وشويه ديال الفلفل الاسود. يعني كميه قليله من كل حاجه، هما راهم بنان بلا ما نزيدو والو، ولكن الاضافات تعطيها مذاق احسن. شويه ديال الزعتر اللي غنحكوه بين يدينا، وغنخلطو هاد المكونات مع بعضها ونعمرو بها البطبوط، ولكن ماشي دابا، من بعد حتى نبغي صافي ندير الشكل النهائي ونقدم الكل. يعني نغطيه ونخليه في الثلاجه على جنب. هنا غادي نزيد شويه ديال الجبن لان بان لي الحشوه قليله، كيف قلت ممكن كاشير، ممكن نزيد شويه ديال الكورنيشون، ممكن اللي بغينا نزيدوه في هاد الحشوه، كتجي لذيذه بزاف وسهله. ولانه مازال عندنا وصفات اخرين غياخذوا لينا الوقت في الفيديو باش ما نطولوش اكثر، غنخليه ان شاء الله لجزء اخر باش تعم الافاده وما تروحوش في باقي الوصفات.
إلى اللقاء إن شاء الله في الجزء الآخر، وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم والتشجيع. مع السلامة.